الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخلاص مجال متسع للحياة، يدخل جميع شؤونها مصدقا لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو من الأعمال القلوب الهامة، لأنه شرط لصحة جميع الأعمال، وكل عمل يفقد الإخلاص فغير مقبول، والناس متفاضلون في تحقيق الإخلاص، والتفاضل في تحقيقه سبب لتفاضل درجات أهله، وقد حرص السلف الصالح على تحقيق الإخلاص، وضربوا أروع الأمثلة في تحقيقه مع بذلهم الوسع في تكميله، وما ذاك إلا الإنجيل قدره وعظيم أمره. ومن ثمار الإخلاص أن المباحات ينال بها الأجر إذا احتسب الأجر فيها المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم. فانظر كيف جعل الإسلام إتيان الشهوة المباحة صدقة ومعروفا إذا احتسبها المسلم. ومما يبين أهمية الإخلاص وأثره على الأعمال أنه إذا دخل على العمل بورك فيه، فإن الله تعالى يعطي العبد المخلص أجرا عظيما وثوابا جزيلا لا يخطر على باله ولا يدور في خياله. وفي هذا حتى للمسلم أن يستكمل الإخلاص في جميع عمله لينال هذا الفضل العظيم ويغم الأجر الجزيل. قرب عمل صغير بإخلاصه صاحب يعظم، ورب عمل عظيم بفقد الإخلاص فيه يصغر. عباد الله، للإخلاص ثمار كثيرة وآثار جليلة، فمن أثر الإخلاص على من قال لا إله إلا الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. وتفتح أبواب السماء لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا عبدا ما قال عبدا لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تقضي إلى عرش ما استنب الكبائر، حسن، رواه الترمذي. ومن أثر الإخلاص على المشي للمسجد قوله صلى الله عليه وسلم: لبن سلمة لما أرادوا قرب منه ألا تحسبون أثركم، رواه البخاري. ومن أثر الإخلاص لمن صلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. ومن أجل الإخلاص على الصلاة في الفلاة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلىها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها وبلغت 50 صلاة، صحيح، رواه أبو داود. ومن أثر الإخلاص على التأمين في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإيمان فآمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومن أثره على السجود قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود، صحيح،
رواه ابن ماجه. ومن أثر على صلاة الليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم، لأنها أبلغ في الإسراء وأقرب إلى الإخلاص. ومن أثر الإخلاص على الصلاة النافل في البيت: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: إنما حط على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، ويتبرأ البيت بذلك. ومن أثر الإخلاص لمن اتبع جنازة قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، رواه البخاري. ومن أثر الإخلاص على إطعام الطعام أن الله تعالى أثنى على المؤمنين وبين أجرهم وما يلاقونه في الجنة الأعمال عملوها منها الإطعام لله، قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما تطعمون لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان هو من أثره في الإنفاق على أهله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، رواه البخاري. ومن أثر الإخلاص على صوم الفرد: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. ومن أثره على صوم النفل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك يوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواه مسلم. ومن أثره على القيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. ومن أثر الإخلاص على الحج قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. والحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من الإثم كالشرك والرياء وعموم المعاصي. ومن أثره يوم عرفة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وهم لم يريدون إلا وجه الله تعالى فأعطاهم ما لم يخطروا ببالهم وأعتق رقابهم وباها بهم الملائكة. ومن أثر الإخلاص على المحبة في الله قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، حسن، رواه أحمد. ومن أثره على التوبة قوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. والإخلاص شرط في قبول التوبة. ومن أثره على الصدق قوله صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، صحيح، رواه النسائي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله أيها المسلمون. ومن أثر الإخلاص على الصبر لمن مات حبيب وصبر على مصيبته
قوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاؤه إلا قبضته صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه إلا للجنة. رواه البخاري. من أثره على طاعة الوالدين وأداء الأمانة والعفة وترك المنكر حديث الثلاثة الذي أووا إلى الغار إلى غاري فانطبق عليهم فأنجاهم الله تعالى بإخلاصهم. ومن أثر الإخلاص على زيارتي في الله قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب معاشك وتواب من الجنة منزل حسنة. رواه الترمذي. ومن أثره على الزهد والتواضع لله قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من أي خلال الإيمان شاء يلبسها. حسن. رواه الترمذي. ومن أثر الإخلاص في التعلم والتعليم قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزله المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غير. صحيح. رواه ابن ماجة. ومن أثر على من ابتلى بعينه فصبر قوله صلى الله عليه وسلم: من أذهبت خبيثته فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة. صحيح. رواه الترمذي. ومن أثره على مصائب عموما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يشاك شوكة في الدنيا يحسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. صحيح. رواه أحمد. ومن أثر الإخلاص على الأعمال عدة قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه المسلم. وهذه السبعة هي العدل في الإمامة والصلاح في الشباب والتعلق بالمساجد والمحبة في الله والعفة والصدقة سرا والبكاء عند ذكر الله في الخلوة. ومن بنى بإخلاص بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. ودعاء للميت بإخلاص ينفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حسن. رواه أبو داود. ومن صلى على رسول الله بإخلاص صلى الله عليه بها 10 صلوات لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبي صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. حسن. صحيح. رواه النسائي. ومن حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءة من النار ومن النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله براءة من النار وبراءة من النفاق. حسن. رواه الترمذي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.